ينضموا أو تنضموا إلينا من عمان مراسلة القاهرة الإخبارية آية السيد. آية، بعد التحية، ما يتعلق بجهود المملكة الأردنية في إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، كيف تبدو هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها في عمان؟ نعم، تحياتي لك همام. يعني كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية بأن عدد الأردنيين حاليا الذي يتواجد في قطاع غزة هو 881 مواطن، كما أنت قلت 453 تم إجلاؤهم، تبقى 423، ولكن أيضا هذا العدد قابل للازدياد بسبب بأنه لا يوجد يعني قاعدة بيانات مؤكدة أو ثابتة لدى الخارجية حول أعداد الأردنيين. طبعا حتى يوم أمس كان هو العدد 453، ولكن في الأيام المقبلة سيكون هناك إجراءات من أجل إجلائهم إلى المملكة. في هذا السياق، طبعا بالأمس تم قصف منزل لعائلة أردنية في قطاع غزة، نتج عن ذلك استشهاد لمواطن أردني وأيضا إصابة آخر بغيبوبة، هو حاليا يتلقى العلاج بحسب الخارجية في مستشفى المعمداني، وتأتي يعني حاليا إجراءات من أجل نقله إلى المستشفى الميداني في قطاع غزة. ولكن الأردن حاليا يعني يتابع من أجل محاولة إجلائهم خارج قطاع غزة، خاصة بأنه تبين بأن الحالة خطيرة جدا. وطبعا يعني الأردن حمل قوات الاحتلال مسؤولية ما تقوم به من قصف للمدنيين وأيضا عدم استطاعة خروجهم بسبب هذا القصف من القطاع. الأردن يتابع يعني عن كثب، وأيضا يتابع مع الجانب المصري من أجل يعني تسهيل الإجراءات لخروج الأردنيين من قطاع غزة. ولكن يعني يتبين بأن الأعداد غير ثابتة، وهناك تواجد للأردنيين يعني في مناطق الوسط، وأيضا هناك من كان في الشمال وقد نزح إلى الجنوب، ولكن هناك متابعة أيضا من داخل يعني القطاع من أجل يعني محاولة إحصاء العدد، وأيضا محاولة أن يكون هناك يعني تجمعات للأردنيين من أجل محاولة إجلائهم من القطاع إلى معبر رفح، ومن ثم بعد ذلك محاولة إجلائهم إلى المملكة. يعني يحاول الأردن جاهدا حقيقة يعني في ظل وجود قصف مكثف حاليا على قطاع غزة، من المتابعة مع السفارة الأردنية في القاهرة وأيضا مع الجهات المسؤولة في مصر من أجل محاولة تسهيل خروج المواطنين من القطاع، إلى جانب أيضا تقديم المساعدة للمصابين. لا توجد حتى اللحظة إحصاءات لأعداد من كانوا قد أصيبوا منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، ولكن من بيان الخارجية بالأمس تبين بأن هناك فعلا استهداف يعني لكافة المدنيين ومنهم أيضا مواطنين أردنيين. نعم صحيح، بالأمس كان هناك بيان من الخارجية الأردنية أعلن عن استشهاد ربما وإصابة عدد من الأردنيين المتواجدين في قطاع غزة عبر وجراء قصف إسرائيلي استهدف ربما بعض منازل الأردنيين في قطاع غزة. ما يتعلق بالمساعدات الأردنية التي بدأت منذ اليوم الأول لهذه الحرب، كيف أيضا تبدو هذه المساعدات؟ هل هناك أنباء متعلقة بإيصال وإرسال مساعدات إنسانية أو صحية ربما إلى القطاع؟ بالفعل بالأمس أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية عن إرسال الطائرة 11 التي يعني تحمل العديد من المساعدات، وهي تختص بالمساعدات الشتوية لأهالي القطاع خاصة محلول فصل الشتاء. من جانب آخر، كان هناك تصريحات للمستشفى الميداني غزة 2 المتواجد في جنوب القطاع في خان يونس بأنه منذ يعني افتتاح هذا المستشفى الميداني الذي بدأ في الأسبوع المقبل تم استقبال ما يقارب 500 حالة من حالات كانت خطرة جدا، يعني كان هناك أيضا إجراء للعمليات وأيضا تقديم الخدمات للأطفال الخدج وأيضا عمليات الولادة. يعني هناك مساعدات يقوم بها الأردن، مجمل المساعدات التي أعلنت عنها بالأمس رئاسة الوزراء ما يقارب 20 مليون دينار حتى اللحظة لقطاع غزة وأيضا للضفة الغربية، وهي المساعدات التي تم إرسالها عبر جسر الملك حسين. إلى جانب ذلك، أيضا يحاول الأردن جاهدا خلال هذه الفترة بتقديم المساعدة الأكبر لوكالة الأونروا، وذلك لتقديمها الخدمات في المناطق الخمسة، ونحن نتحدث الآن عن وضع خاص جدا في قطاع غزة لتقديم المساعدة للنازحين وأيضا مناطق الإيواء التي للأسف يتم استهدافها. يحاول الأردن من خلال التقديم المالي، يعني الأردن حقيقة قدم حتى الآن 3 ملايين دينار من الخزينة، ولكن أيضا هناك مناشدات أردنية خاصة للدول الأوروبية، وهي الدول التي كانت مسبقا الأكثر دعما لهذه الوكالة، من أجل يعني محاولة مساعدة هذه الوكالة في الفترة الحالية، خاصة بأنها مسبقا يعني كان هناك ناقوس خطر من يعني وجود عجز في الميزانية. حاليا يكون هناك طبعا دعم يعني من الأردن وأيضا من الدول الأوروبية من أجل محاولة استمرارية تقديم هذه الخدمات بالأخص في قطاع غزة. نعم همام.
شكرا جزيلا يا سيد مراسلة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأردنية عمان، شكرا لك.